مجمع الابتكار هو الحاضن الرئيسي الجديد لمجلس البحث العلمي، والذي سيدعم المزيد من البحوث العلمية. هذا ما أكده لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي. مجمع الابتكار هو طبعا الحاضن الرئيسي، إن شاء الله سيكون الحاضن الرئيسي لمجلس البحث العلمي ولمختلف القطاعات في مكان مركزي موحد. طبعا موقع مجمع الابتكار مسقط في الأرض جنب جامعة السلطان قابوس، وإن شاء الله سوف ننتقل جميعا إلى ذلك المقر قريبا بإذن الله تعالى. وطبعا سيتفاعل المجلس مع الباحثين في ذلك الموقع، وتكون انطلاقة إن شاء الله كبيرة لدعم جميع مختلف